السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. كما وضحت لكم إخوتي في الأيام الماضية وشرحت أن البيتكوين سوف يعلق بين 39,000 و43,000 أو 45,000، ولن يتعدى هذا الرقم لأسابيع مطولة. ها هو حاليا سعر البيتكوين ارتفع صبيحة اليوم. كان سعر البيتكوين تقريبا 43,500، وبعدها قام بالانخفاض. شاهدوا معي انخفاض طفيف في عملة البيتكوين، يعني يبقى هذا وقت أوقات مناسبة للتداول. يعني عندما ترى أن البيتكوين انخفض فستكون هناك انطلاقة أخرى ل 42,000 و43,000 في الساعات القادمة إن شاء الله. هذه هي حالة البيتكوين هذه الأيام وأغلب العملات المشفرة. مثلا هناك عدد من العملات لا تتبع لسعر البيتكوين، يعني هذه العملات لا تعطيك أي إشارة بالانخفاض أو الارتفاع، فقط تنخفض فجأة، كما هو الحال مع عملة جي أم تي. الجي أم تي تنخفض كثيرا إخوتي، ليس لها طريق محدد. هذه العملة إخوتي التي خسرت فيها أنا في المرة الماضية، وهي حاليا ب0.26 انخفضت، وحاليا مستقرة عند هذا الرقم. بالنسبة لمشاكل التعدين التي يعاني منها بعض الأشخاص المتابعين، يعني يقول لك التطبيق قم بالإيداع و أكمل التعدين. أنا لم يحصل معي هذا الأمر، يمكن هذا المشكل مع الحسابات الجديدة، وأنا أبحث عن حل لهذه المشكلة التي ظهرت مع المستخدمين الجدد.